الاسم شمشون، معنى الاسم شمس. العائلة أبوه منوح، المهنة قاضي. الصفات كان عنده قوة جسدية كتير كبيرة. المميزات كان نذير ومكرس للرب، وعلامة نذره كانت طول شعره. الضعفات كسر نذره أو تكريسه. كمان وثق بأشخاص غير جديرين بالثقة. كمان استخدم قدراته موهبته بدون حكمة. المرجع سفر القضاة 13 و15. بشجعكم يا أصحاب تقرأوا سفر القضاة حتى تعرفوا عن قصة شمشون. لتحضروا فيديوهات أكتر من عالم فتفوتة اكبسوا هون، ولتشتركوا بالقناة اكبسوا هون.